ولسه مستمرين مع نجوم الفريق الاول لكره السله بعد الفوز على نادي الزمالك في تاني مباريات الباست اوف 5. ومعي بقى في هذه اللحظات كابتن مصطفى كيجو. في البدايه طبعا الف مبروك الفوز في المباراه النهارده. عايزين تكلمنا على مجريات المباراه، قدرتوا تسيطروا عليها بشكل كبير؟ الله يبارك فيك. طبعا ده ماتش هيبقى صعب، كنتش قاعد معانا الماتش الاولاني، يعني انا في البلاي اوفس بالذات توقعوا ماتش تاني يبقى اجمد بكتير. هم دايما فريق بيجي من هزيمه بيبقى مركز اكتر، عايز يكسب، عايز يعدي النتيجه 1-1 عشان ماتشات بلاي اوفس من خمس جيمات، فلما يبقى 1-1 الموضوع يبقى عنده فرصه تانيه. فقعد معانا تاني يوم ماتش قلنا على الاخطاء بتاعت الماتش الاولاني، وكان متوقع الماتش الزمالك يبقى يعني عايز يكسب الماتش ومركز طول الجيم، بس الحمد لله قدرنا ننفذ تعليماته. حتى اللي ما خدوا ليد شويه في اول كوارتر علينا قعد معانا بين الكوارترين، والحمد لله قدرنا ننفذ تعليماته ونعدي الماتش. اكيد الماتش القادم هيكون اقوى واقوى، لانه خلاص انتوا على بعد خطوه واحده، فاكيد الزمالك هيكون بيحاول يقاتل اكتر من اجل ان هو يلاقي فرصه. هتستعدوا زي المباراه القادمه؟ بالظبط زي ما انت قلتي، الماتش الثالث دايما هو ما عندوش فرصه ثانيه، يعني لو خسر الماتش الثالث خلاص هو خرج بره، هيبقى يقاتلوا اكتر، هيبقى مركزين اكتر، ودايما الفرقه اللي بيبقى عندها فرصه ثانيه زينا انت كسبان ماتشين عندك فرصه تعوض بيبقى عندها التركيز اقل شويه. بس طبعا ما كنتش بشتغل على الموضوع ده كتير، من وجهه نظري احنا لازم نركز الماتش الجاي نعديه عشان نقدر يبقى عندنا تايم للبي ال فاينلز، ناخد 10 ايام نريح نقدر نستعد. احنا لعبنا على طول البي ال، بعد كده خدنا لعبنا الكاس، بعد كده الدوري، ما فيش وقت بين الماتشات، فان شاء الله يعني نقدر نحقق الماتش الجاي الثالث ونرجع باذن الله. بشكر حضرتك جدا والف مبروك مره ثانيه. الله يبارك فيك، شكرا. يعني طبعا دي كانت لقاءاتي مع نجوم الفريق الاول للكره السله بعد فوزهم على الزمالك، وزي ما قلت يا كابتن هيثم خلاص احنا على بعد خطوه واحده من التاهل لفاينل دوري السوبر ان شاء الله. اكيد عندنا ثقه كبيره جدا في رجال النادي الاهلي، والان العوده ليك مره اخرى في الاستوديو.